لدي تساؤل وهو خاص بك أنت. إذا وجدت يوما ما حجر كريم يوما ما بهذا الحجم وأعطوك بالمقابل 5 مليون دولار أو مليون دولار السؤال هو ماذا سوف تفعل بالمليون دولار؟ ماذا سوف تفعل بالمليون دولار؟ ضعها في التعليق أسفل الفيديو. بين ليلة وضحاها ابتسم الحظ لعامل منجم في تنزانيا في دولة إفريقية وأصبح بين يوم وليلة مليونير، لكن كيف؟ هذا ما سوف نناقشه في هذا الفيديو. لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. بعد هيا kufidiwa kwa hamsa sasa hivi sasa ni tukio la kukabidhiwa kwa madini sasa kwa serikali linafanikiwa namna hiyo mwenye madini yake kabidhi kwa serikali ambapo serikali inanunua madini hayo kwa gharama zaidi ya shilingi قبل شهرين من الان كان احد عملاء المناجم يقوم بعمله الروتيني في احد مناجم التنقيب عن المعادن النفيسه وكان ذلك في دوله تنزانيا الافريقيه واسم هذا العامل هو ليزر. يقوم بعمله كالمعتاد بالبحث في المنجم عن هذا المعدن النفيس، وبعد ذلك وقع الحادث الذي قلب حياته رأسا على عقب حين وجد حجرين كريمين كبيرين من نوع حجر التنزانيت، وهما من أنذر وأثمن الأحجار الكريمة في العالم. وليس هذا فقط، بل الحجرين هم أكبر حجرين تم اكتشافهما إلى الآن. يزن أحدهما 9.5 كيلوغرام والآخر 5.8 كيلوغرام، وباعهم ليزر للحكومة بمبلغ 3.5 مليون دولار. تخيل حجر ثمنه ب 3.5 مليون دولار. وبعد فترة من الزمن وأثناء وجوده في المنجم وجد حجر آخر وزنه 0.58 كيلوغرام وسلمه للحكومة وقبض ثمنه على الفور، ليصل الثمن الذي قبضه من الحكومة هو 7.7 مليون دولار. وأصبحت صورته بعد فترة قصيرة في كل وسائل الإعلام وأيضا الصحف العالمية والمحلية. وفي لقاء مع البي بي سي قال ليزر سوف أقيم حفل كبير لهذه المناسبة، وبالفعل أقيم الحفل وقام بذبح بقرة للناس المعروضين في الحفل، والذي كان حاضرا فيه مدير المسؤول عن المناجم، حيث قال مدير المناجم لوسائل الإعلام على أن هذا الشخص عثر على أكبر حجرين كريمين من نوع التنزانيت في التاريخ منذ بداية أنشطة التنقيب في تنزانيا، حتى أن الرئيس بنفسه اتصل بهذا العامل عندما كان على الهواء في لقاء تلفزيوني وهنأه على هذا الاكتشاف العظيم. وكنوع من الفضول أخبره الرئيس عن ماذا سوف أفعل بكل هذا المال الذي جناه، فقال العامل أريد بناء مركز تسوق ومدرسة وأريد أن أبني هذه المدرسة بالقرب من منزلي، فهناك العديد من الفقراء حيث أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة بسبب المسافة الطويلة، مع أني لم أذهب إلى المدرسة نهائيا ومع أنني لدي المال لما لا أعطيهم فرصة للتعلم. طيب السؤال هنا، ما هو حجر التنزانيت ولماذا هو غال ونادر الثمن؟ حجر التنزانيت سمي على هذا الاسم نسبة للأماكن التي يتواجد فيها وهي تنزانيا، واكتشف هذا المعدن النفيس سنة 1967 في تنزانيا، وهو حجر كريم له نفس المعدن حجر كريم آخر اسمه ياقوت الأوزوسيت. والذي يجعل حجر التنزانيت فريد ونادر من نوعه هو بلوراته العجيبة ولونها البراق، وهي أيضا بلوراتها الثلاثية الألوان. مثلا عندما تقلب الحجر بين يديك يتغير لونه في كل مرة تقلبه فيها، فمرة لونه أزرق وعندما تقلبه فسوف يتحول لونه إلى الأرجواني، وإذا قلبته أكثر فسوف يتحول لونه إلى الأزرق الغامق، وإذا تم تعريضه للحرارة أو الضوء فسوف يتحول لونه إلى الأزرق ويستمر على هذا اللون، وهو أشهر لون للتنزانيت. والشيء الثاني الذي يجعل هذا الحجر ثمين ونادر هو قلته، فقد قال بعض العلماء أن تنزانيا هي البلد الوحيد الذي تمتلك هذا الحجر النادر، ومن الممكن أيضا أن ينتهي مخزونه خلال 20 سنة القادمة. وفي سنة 2017 قامت دولة تنزانيا بخطوة جريئة، وسبب هو قطع الطريق أمام السوق السوداء لتجارة المعادن النفيسة، حيث أنشأت 28 مركز تجاري لتداول الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة بمختلف أنواعها، لتضمن أن عمال المناجم البسطاء الذين لا يتبعون إلى أي جهة أو أي شركة يستطيعوا بيع ما يجدونه مباشرة للدولة. وهذا ما حدث، فقد اشترت الحكومة التنزانية كل الأحجار الثلاثة الثمينة التي وجدها الليزر، والاثنين منهما فيوضعان في متحف القومي بدار السلام.